انا اسمي آلاء المصري، انا هنا متطوعه تبع كوب 27 تبع اليونايتد نيشنز. دوري ان انا الوفد، كل الوفود اللي بتيجي بتبقى عايز تحجز ميتنجز عشان يتكلموا في حاجات معينه ليها علاقه بالحاجات اللي هيقدموها في الكوب 27. فاحنا بنحجز لهم الميتنجز دي وبنشوف لهم الرومز المتاحه واللي غير متاحه، وعلى اساسها بنبدا نحجز الميتنجز عشان هم يبداوا الميتنجز بتاعتهم. ده مينلي الرول. يعني مش اول مره اشارك في حاجه زي كده، شاركت في مؤتمر الشباب قبل كده بس مش تبع اليو ان يعني، بس طبعا هي عشان معموله في مصر السنه دي، فطبعا دي فرصه كويسه قوي للبلد وللشباب اللي زينا ان هم بيقدموا لهم فرصه ان هم ياخدوا فرصه زي دي، ان هم يتعرفوا على الناس اللي موجوده في البلاد المختلفه يعني وكده. فطبعا يعني مبسوطه جدا.